اهلا اهلا يا حلوين، معاكم نور السيد في فيديو جديد. فيديو النهارده يمكن هو من اهم الفيديوهات اللي انا ممكن اتكلم فيها. فيديو النهارده هنعرف ازاي ان احنا نبعد عن الموبايل. طبعا ما حدش فينا دلوقتي في الاجازه مش ماسك الموبايل، انا كنور ما بقدرش استغنى عنه في الاجازه. في الدراسه كنت بحتاجه في شويه حاجات كده، ولكن دلوقتي بقيت مدمنه الموبايل لان مفيش حاجه نعملها غيره صراحه. ولكن لو حابين ان احنا بنعمل شويه تجديدات بس ما بتبقاش مستمرة او ما بنعملهاش بنفس استمرارية او باتقان، ان احنا نمسك الموبايل. هنبدأ ونشوف ممكن ان احنا نبعد عن الموبايل ازاي، او تجربتي في اني ابعد عن الموبايل كانت عاملة ازاي. فاول حاجة معنا وهي ان احنا نعمل انفولو وانفرنس اي حد عندنا على السوشيال ميديا، حتى لو كان صحابنا، حتى لو كان صحابنا يعني ممكن نكلمهم على واتساب بس بالتدريج شوية، يعني نخف شوية. فاول حاجة ان احنا نعمل انفولو وانفرندز عشان لما نفتح الموبايل ما نلاقيش حد نتابعه فنقفل الموبايل تاني، او لما نفتح الموبايل ما نلاقيش مثلا كذا نشر صورة جديدة او كذا عامل مش عارفة ايه او كذا نزل ريل جديد. هو بنحس ان هم عايشين معانا في البيت اصلا، فبتبقى انت مهتم، وساعة ما صوت الرسائل بيجي على الموبايل فانت بتبقى عايز تروح تمسك الموبايل، فبتحس ان هو قاعد معاك بجد. انك تعمل انفولو وانفرندز اولا مش هيجيلك رسائل كتير على الموبايل زي الاول، ثانيا انت مش هتبقى مشغول باخبار الناس ده عمل كذا وده مش عارفه. فدي من النقط المهمه واول النقط اللي احنا ممكن نعملها. تاني حاجه او تاني يوم احنا ممكن نعمل الحاجات دي على مراحل. اول يوم ان انت تعمل انفولو وانفرندز للناس اللي عندك بقى على فيسبوك، على انستجرام، على سناب شات حتى، لان دلوقتي بقى فيه كمان دردشه على سناب شات، يعني بقى فيه كل حاجه دلوقتي. تاني حاجه او تاني يوم ممكن تعملها وهو ان انت تقفل الواي فاي لمده يوم كامل. طب ليه يا نور قافل الواي فاي؟ لما تقفل الواي فاي طبيعي جدا لما تفتح، احنا لما بنبقى معناش نت على الموبايل تمام، بنفتح الموبايل لو دخلنا على المعرض بتاعنا نمسح شوية صور، نتفرج على شوية ذكريات مش عارفة ايه، فبيبقى اخرك هو المعرض اللي على الموبايل وبتقفله تاني. فمعدل استهلاكك للموبايل او انك تقعد على الموبايل ما بتبقاش بنسبة كبيرة زي ما يكون فيه نت على الموبايل بتاعك. فدي من الحاجات المهمة برضو، نقفل الواي فاي في الموبايل لمدة يوم كامل. طيب وبعد اليوم ده نور افتحه عادي؟ لا، ما مش هتبقى يوم، يعني هو انت لو تعودت عليه يوم ورا التاني ورا التالت ورا الرابع لحد ما تكمل اسبوع مثلا، هتلاقي نفسك مش عايز اصلا توصل الواي فاي عندك، او انك تشحن كارت، او انك تعمل باقة، او ايا كان اللي انت بتعمله عشان توصل للنت عندك على الموبايل. فانت نفسك هتلاقيك مش مسدود للموضوع زي الاول، او انك مش حابب تعرف حاجة عن حد اصلا. النقطة الثالثة معانا وهي ان احنا ما ناخدش الموبايل معانا بره البيت. طيب ليه يا نور بقى؟ ما هو انا عملت انفولو وانفرندز ومبقاش عندي حد خالص ان انا اتابعه. موضوع انك ما تاخدش الموبايل معاك بره البيت ده بيساعدك ان انت تقضي وقت اكتر مع الناس اللي انت خارج معاهم، ايا كان بقى الناس اللي انت خارج معاهم، عيلتك، اهلك، صحابك، اخواتك، ايا كان، فانت بتستمتع بالوقت ده معاهم اكتر، على عكس ما يكون معاك الموبايل دايما بتبقى ماسك الموبايل كده وقاعد طول القعده راسك في الموبايل او عينك في الموبايل، فانت ما بتركزش هم بيتكلموا في ايه، او انك ما يعني ما بتبقوش قريبين من بعض اكتر طول ما في تليفونات. فانك تسيب الموبايل على جنب وتقعد تتناقش كده مع عائلتك وتتعرف عليهم اكتر، فصراحه انك ما تاخدش الموبايل معاك بره البيت فدي حاجه لطيفه. النقطه اللي بعد كده وهي مرتبط بنقطه انك ما تخرجش بالموبايل، انك وانت خارج بقى لو كان ضروري جدا انك تاخد الموبايل معاك، او انك مثلا خارجه لوحدك والموبايل لازم يكون معاكي عشان مامتك تطمن عليكي، فيفضل انك لما تخرجي من البيت ما يكونش معاكي نت على الموبايل وانتي بره البيت. ليه بقى؟ لان انا طبيعي جدا لو رايحه مكان وقاعده ومعايا نت، فالوقت بيجري طبعا وقاعده على السوشيال ميديا فمعايا نت، ففي رسائل فبرد فمش عارفه ايه، فانا هتلاقيني خرجت قعدت على الموبايل وتابعت الناس برضو على السوشيال ميديا وانا بره ومعايا الموبايل، هتلاقيها هي نفس الفكره وانت قاعد في البيت وبرضو معاك الموبايل. طب هي ما لهاش اي معنى بصراحه انك تاخد الموبايل معاك اصلا، او انك يبقى معاك نت بره اصلا. طب انت خرجت ليه؟ يعني انك تخرج من غير نت على الموبايل ده بيديك انك تتعرف على نفسك اكتر وتقعد مع نفسك اكتر وتستمتع بالاوقات او بالخروجات او باي كان الحاجات اللي انت بتعملها بره البيت وانت معاكش الموبايل او النت نفسه، فده بيتيح ليك الفرصه انك تقضي مع نفسك وقت اكتر وتحس انك
مش ملهوف على الموبايل كده وان هو حاجه يعني عادي ممكن ان انا استخدمها وممكن استغنى عنها تمام. النقطه اللي بعد كده خلاص انا معيش نت، فالبرامج اللي المفروض ان انا احملها على اللي متحمله اصلا على الموبايل بنت، فخلاص انا مش عارف استخدمها من غير نت، فتمسح بقى البرامج دي. انك تمسح البرامج دي وتعمل تسجيل خروج منها، لان طبيعي جدا انا لو مسحتها، انا كنور عملت كده كذا مره في الدراسه يعني، مسحت البرامج وما عملتش تسجيل خروج، فكان سهل عليا قوي في اي وقت ان انا لما اجي ادخل تاني على البرامج دي واحملها من اول وجديد، مجرد بس ان انا ادخل فاكتب الجيميل فهيظهر معايا بسرعه لان انا مش عامله تسجيل خروج، فبيبقى سهل ان انت ترجع الاكونت بتاعك تاني وترجع البرامج دي تاني. ولكن لو عملت بقى تسجيل خروج ومسحت البرامج مع يعني عملت تسجيل خروج ومسحت البرنامج، فبيبقى صعب شويه ان انت ترجعه تاني. ممكن بقى تنسى الباسورد، فده يبقى حاجه حلوه جدا. حد يقول لي انا ممكن اعمل اكونت تاني، اعمل اكونت تاني، ولكن احنا بنقول دلوقتي ان هي بتبقى حاجه صعبه جدا على الانسان ان هو يقعد كده، طب انا هعمل جيميل تاني، طب الاكونت القديم، طب مش عارفه ايه. فانك تعمل تسجيل خروج بيبقى صعب عليك جدا، او انك عشان تقوم تحمل البرنامج تاني وتعمل اكونت تاني، او انك حتى لو فاكر الباسورد بتاع الاكونت والجيميل والكلام ده وقعدت بقى تعمل كده، فهياخد منك وقت، فانت هتشوف ان يعني هياخد مني وقت فخلاص بقى مش هنزله، انتوا فاهمين. فالموضوع كله ان هو احنا كبشر او يعني انا او انا كمور لما بتخيل حاجة في دماغي ان هي هتاخد كذا مرحلة وهتاخد وقت كبير وهتاخد مجهود، فبصراحة ما بعملهاش. يعني لو هي بتبقى حاجة مهمة مثلا دراسة، حاجة تبع البيت، مش عارفة ايه، ولكن مثلا اني كنت في الدراسة، فلما بعمل تسجيل خروج فبقول طب الوقت اللي انا هقعد واعمل فيه اكاونت جديد، او اني اقعد احاول مرة واثنين وثلاثة على ما ارجع الاكاونت القديم، طب ما اعمل حاجة مفيدة بقى غير ان انا افتح سوشيال ميديا اصلا واعمل اكاونت جديد. طيب يا نور دلوقتي ما بقاش عندنا برامج، ولا بقى عندنا اصدقاء، ولا بقى عندنا حد نتابعه، ولا بناخد الموبايل بره البيت. هات بقى الموبايل بتاعك كده وقوم قافله، اعمله خلاص يعني قيد التشغيل، يعني اقفله خالص وعينه عين الموبايل. انت لو عملت الموضوع ده قبل الدراسة باسبوع، مش هقولك شهر بقى لا اسبوع، وعينت الموبايل قبل الدراسة بيوم وبدأت في الدراسة وبدأت خدت الموضوع جد من الاول، صدقني انت مش هتبص للموبايل ده على انه حاجة كبيرة زي ما احنا كنا شايفينها في الاجازة. انا ليه عاملة الفيديو ده؟ لان هو مش بس لمجرد ان هو طلب مني، لان انا كنت مصورة زي ما قلت لكم كذا مرة قبل كده، انا عاملاه لان انتوا فاكرين ان السوشيال ميديا هي احسن حاجة في الدنيا. السوشيال ميديا مش احسن حاجة في الدنيا، لان طبيعي جدا الناس اللي على السوشيال ميديا او الناس اللي بتقدم محتوى او الناس اللي عندها كذا اكاونت في كذا مكان في كذا ابليكيشن، فهم بيقدموا احسن حاجة انت ممكن تشوفها. زي ايه مثلا؟ زي ان انا على سبيل المثال بطلع اشارك معاكم يومي في الروتين. طبعا انا لو حصل حاجة وحشة في اليوم انا هصورها وانزلها؟ اكيد لا. انا لو جايه من الدرس مثلا، جبت مثلا درجه وحشه، حد زعق لي، حد ضايقني، اكيد انا مش هطلع اقول ده فلان ضايقني، ده مش عارفه ايه، لان كل واحد يعني عنده الحاجه اللي مضايقاه في حياته، فمش عايز بقى يتفرج على ناس كمان عندها مشاكل. يعني ده ابسط حاجه خالص، او انك مضايق من حاجه فتطلع تشوف الناس بتعيط، فانت نفسك هتتقفل من الدنيا كلها. فدي فكره السوشيال ميديا، ان هما بيطلعوا يقدموا احسن حاجه انت ممكن تشوفها، او اعلانات بقى او اي حاجه. انا بتكلم في النقطه دي لان احنا لما بنشوف حد مثلا على السوشيال ميديا جايب حاجه معينه، ومثلا انا لو شفت حد على السوشيال ميديا جايب حاجه وهو في سني مثلا وجايب حاجة مش عندي، فأنا أشوف إن هو طيب أنا ليه ما جيبهاش مثلا، أو أنا ليه ما عملهاش، أو أنا ليه مش عارفة إيه. فأنت بتبدأ بقى إن أنت تغير من الشخص ده وتقول أنا عايز زيه وزيه وزيه. ممكن يكون الشخص ده أصلا أبسط منك بكتير جدا، وأنت عندك حاجات أكتر من اللي عنده، بس هو بيحاول زي ما أنا قلتلكوا يقدم أحسن حاجة عنده. إن السوشيال ميديا مش حقيقي، ده اسمه هوس السوشيال ميديا.
هوس السوشيال ميديا او هوس المثاليه. الناس اللي طلع على السوشيال ميديا بتوضح ان هي ناس مثاليه جدا وروتينيه جدا وناس بتحافظ على حياتها وعلى نظافتها وعلى كل حاجه في حياتها، وانت عايز تكون زيهم، فهم برضو بيحاولوا يقدموا افضل حاجه عندهم عشان يخلوك انك تقلدهم في الحاجات الايجابيه. ولكن انا لما اشوف حد بيعمل حاجه وحشه فاكيد انا بحب الشخص ده بس هو بيعمل حاجه وحشه، بس انا عايزه اقلده فانت بتقلده. فالسوشيال ميديا مش دايما بتبقى كويسه ومش دايما بتجيب لنا اخبار حلوه ومش دايما بنشوف عليها حاجات حلوه. فاتمنى تكونوا تقبلتوا الكلام اللي انا قلته في الفيديو بتاع النهارده. بس كده اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ودمتم بخير.